الأهلي يدعم صفوفه بالموهبة الجزائرية أحمد كندوسي قبل المونديال، وما زال البحث عن مهاجم جاريا. النهاردة الأهلي وبشكل مفاجئ أعلن عن تعاقده مع لاعب وسط وفاق الصيف الجزائري أحمد كندوسي. الزمالك كان خلال الفترة الماضية الأقرب لضم اللاعب الجزائري، لكن المفاوضات توقفت. هي صفقة مهمة للنادي الأهلي تضاف لصفقاته الكبيرة الشتوية لتدعيم الفريق قبل أيام قليلة من أولى مبارياته في كأس العالم للأندية. في نفس الوقت الأهلي لسه متمسك بالبحث عن مهاجم ولو تحت السن بناء على طلب من مارسيل كولر. هل ينجح بقى الأهلي في ذلك خلال اليومين القادمين؟ خلونا نشوف.